المزيد تنضم إلينا من غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. منى أهلا بك، مزيد من التفاصيل معك حتى هذه الساعة، ونستطيع بالطبع تخيل ما يحدث، إلى أين وصلت أعداد الإصابات والقتلى حتى هذه اللحظة؟ نعم، يعني في آخر حصيلة كما أشرتم نتحدث عن 198 شهيدا وأكثر من 1600 جريح، لكن حتى اللحظة ما زال هناك انتشار للعديد من الضحايا شهداء وجرحى من المناطق الشرقية ومناطق منطقة إيرز. يعني كل دقائق نسمع عن عدد جديد لكن لا حصيلة نهائية. دعيني أشير فقط إلى خبر عاجل جدا قبل ثواني من أن نكون معكم في هذه التغطية، تم استهداف برج فلسطين الذي كنا قد تحدثنا قبل أقل من ساعة من الآن بأنه إسرائيل هددت بأنه سوف تستهدفه، هو أمامنا مباشرة، يعني عشرات الأمتار فقط تفصلنا عنه، تم استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع، وهذا يعني بأنه سوف يتم يعني استهداف المنزل بصواريخ من الطائرات الحربية خلال ربما دقائق قد تصل إلى ربع ساعة مثلا من الآن. البرج السكني مكتظ بالشقق السكنية وعمليا أيضا المكاتب، تم إخلاؤه بالكامل كما تم تحذير السكان في المنطقة لضرورة إخلاء هذه المنطقة. في حال تم استهداف هذا البرج سوف يكون هناك طبعا انفجار هائل نتيجة أنه برج ضخم جدا ويحتوي على ربما عشرات الشقق. الآن سيارات الإسعاف أيضا تقترب من المكان يعني حسبا لوقوع إصابات خلال استهداف هذا البرج ومحاولة القضاء عليه خلال هذا الوقت. ربما هذا آخر حدث، أهم الأحداث التي تجري الآن والتي يعني نحن في سياق متابعتها خلال حديثي هذا. رغم ذلك طبعا لم يتوقف القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، إن كان في شمال قطاع غزة وحتى الجنوب، والعمليات مستمرة، عمليات الاشتباك أيضا ما زالت مستمرة، هناك وصول لعدد كبير من الإصابات والجرحى بين لحظة وأخرى إلى مستشفى الشفاء. وكما أشرت يعني ربما عدد الكبير في الإصابات والشهداء هو ما يدفع أو يجعل وزارة الصحة أكثر حذرا في الإعلان عن الأرقام في أوقات متقاربة، حيث أنها اليوم تأخرت كثيرا قبل الإعلان عن عدد الشهداء و الجرحى بعد عصر هذا اليوم. هذه الحملة ما زالت مستمرة، ما زلنا نسمع طائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء القطاع، وأيضا هناك استهدافات من قبل هذه الطائرات لأعداد كبيرة من ربما المنازل والمكاتب في أماكن مختلفة. في ربما أيضا كنت قد قلت وأعيد بأنه في هذه الجولة يحرص الجانب الفلسطيني على عدم تحديد الأماكن التي يتم استهدافها، ولكن مما طبعا تم التعرف عليه وكنا قد قلنا أيضا وحددناه أنه تم استهداف المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، أيضا تم استهداف سيارة إسعاف بالقرب من المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، بالقرب من في منطقة خان يونس تحديدا، جمعية خيرية، منازل سكنية مكونة من عدة طبقات، وبالتالي لا شيء مستثنى عمليا في هذه الجولة. ومع ذلك الجميع، المحللين العسكريين والسياسيين وأيضا الفصائل، يتوقعون بأنه حتى اللحظة ما زلنا في مرحلة الإحماء، إسرائيل لم تبدأ فعليا بالرد على هذه الجولة من العنف ومن التصعيد، وبأن أولويتها سوف تكون هي محاولة فض الاشتباكات التي تجري الآن في المستوطنات القريبة من المناطق المحاذية لقطاع غزة. هذه هي الأولوية الأولى. حتى اللحظة ما زالت الحدود مفتوحة، ما زالت هناك أيضا اشتباكات في منطقة معبر إيرز، وما زالت في تلك المنطقة يعني تصل كل يعني لحظات وأخرى يعني أعداد من الجرحى أيضا والشهداء. مع ارتفاع أعداد، لأنه تفضلي منى.
دعيني أشير إلى أنه الحدود كما كنت قد قلت ما زالت مفتوحة، ما زالت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الاشتباك صعبة، ولهذا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف المناطق التي يمر عبرها الفلسطينيون من قطاع غزة أو إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو العكس تقوم بقصفها بطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذا ما يوقع عدد كبير من الإصابات والجرحى، هذا ما يزيد بشكل مضاعف أعداد الشهداء والجرحى بين كل لحظة وأخرى. مع ارتفاع منى هذه الأعداد من الإصابات والقتلى أو الشهداء بين صفوف الفلسطينيين جراء هذه الغارات الإسرائيلية، كيف هو الوضع الصحي في المستشفيات مع استهداف عدد من هذه المستشفيات بشكل لا يستثني فيه أحد الاحتلال من خلال غاراته المستمرة؟ نعم، يعني دعيني أقول بأنه الوضع صعب جدا في مستشفيات القطاع. نحن نتحدث عن 3 مستشفيات رئيسية، مستشفى الشفاء في قطاع غزة في مدينة غزة هو الأكبر على الإطلاق، بالإضافة إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة. هذه المستشفيات أصبحت ممتلئة لأنه هي أصلا كانت تعج بالمرضى. الآن الطواقم الطبية تعمل وفق نظام الطوارئ، وهو إخلاء من يمكن إخلاءه، من يمكن التعامل معه في المنزل، والتحفظ فقط على الحالات الحرجة والتي يجب التعامل معها والتدخل الجراحي بشكل أساسي وسريع. نحن نتحدث عن أكثر، يعني ربما الآن وصل أو تجاوز الرقم 2000 إصابة وفقا للإمكانيات المتوفرة، إن كان الإمكانيات التي تتعلق بالكوادر الطبية عالية المستوى والمهارة، وإن كان الأعداد ليست كبيرة، أو إن كان فيما يتعلق بالمعدات الطبية والإمكانيات طبعا الدوائية. هنا يحدث الخلل. الأسرة، عدد الأسرة في المستشفيات أيضا هو عدد محدود، وبالتالي إن يعني نحن ما زلنا في اليوم الأول، إن تزايدت هذه الأعداد إلى ما هو أكثر من ذلك، ربما الأيام القليلة القادمة قد نشهد يعني أوضاع إنسانية صعبة كارثية، ولكن نتوقع بأن يتم حل هذا الموضوع جزئيا عبر نقل بعض الإصابات والجرحى إما إلى الضفة الغربية للعلاج أو حتى إلى جمهورية مصر العربية كما يحدث عادة. بشكل عام الطاقم أو الوضع الصحي في قطاع غزة هو وضع صعب، يتم التعامل مع ما هو موجود الآن، ولكن الوضع بلا شك غاية في الخطورة. نتابع معك بالطبع خلال هذه الأثناء اللقطات التي تظهر استمرار هذه الاشتباكات، استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. ما هي مسارات واتجاهات هذه الغارات هنا؟ نعم، يعني ما زال الأمر متطور، ما زال كل شيء مستهدف، ما زلنا نسمع يعني عن استهدافات في كل مكان. عمليا كما أشرت ربما ما زالت طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء قطاع غزة في كل الأوقات. والآن أعود وأؤكد ما بدأت به هذه التغطية، هو يعني أنه نتوقع استهداف برج فلسطين، وهو يعني يبعد عن المكان الذي نتواجد به مجرد عشرات الأمتار، بإمكاننا أن نراه بالعين المجردة قريب جدا من مكاننا، تم استهدافه في بطائرة استطلاع، والآن يتم التهديد باستهدافه بالطائرات الحربية العسكرية الإسرائيلية، وهو ربما سوف يكون أكبر هدف تم استهدافه اليوم من حيث عدد سكان متواجدين به المكان الموجود به، لأنه يقع في منتصف في وسط قطاع غزة، واحدة من أكثر الأماكن التي كان يفترض المواطنين بأنها آمنة، وبالتالي هنا تفرض إسرائيل مجددا فرضية أو واقع بأنه لا يوجد مكان آمن، لا يوجد استثناءات، لا يوجد حالات إنسانية وما إلى ذلك. ما قد يحدث في الساعات القادمة، الجميع يتوقع كل شيء. من المتوقع أن يتم يعني القضاء على مربعات سكنية كاملة، لأنه في شمال قطاع غزة في منطقة بيت لاهية تحديدا كان قد يعني قام الاحتلال قبل ساعات بقصف عبر آلية الحزام الناري، وهي آلية
تعمل على يعني إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه المنطقة، وهذا ما يؤدي إلى، وبالغالب يتم استخدام صواريخ ارتجاجية تؤدي إلى انهيار كل المباني الموجودة في المنطقة، وبالتالي الأمر يعني يذهب بنا إلى اتجاهات أكثر صعوبة، وهي كما أشرت من الممكن أن نتحدث عن محاولات لإخلاء مناطق بالكامل، مناطق سكنية. قلت منى بأن يعني قوات الاحتلال ما زالت في مرحلة الإحماء ولم يعني تقوم باستخدام جميع قواتها للرد على هذه الهجمات من قبل المقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي. ما هي اتجاهات، سألتك عن اتجاهات هذه الغارات، ولكن هل تبدو هذه الغارات الإسرائيلية على القطاع انتقامية في المقام الأول دون اعتماد أهداف بعينها، أم هناك أهداف يتم إصابتها من قبل هذه الغارات؟ نعم، يعني دائما إسرائيل يعني لديها نعم الآن يتم استهداف البرج السكني الذي تحدثنا عن استهدافه من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية. نعم أو الآن سوف نحاول أن ننتقل بكم إلى الصورة، لا أدري إن كانت تصلكم أم لا، هي أمامي مباشرة خلف الكاميرا. نعم، خلف الكاميرا مباشرة. لا نعلم، ربما سوف يكون هناك استمرار في القصف. سوف نحاول أن نكون معكم بالصورة أيضا مع زميلي المصور. نعم، ننوه لمشاهدينا منى إلى هذا البرج التي كنت تتحدثين عن احتمالية قريبة جدا واحتمالية كبيرة لاستهدافه، وقد تم استهدافه بالفعل في هذه اللحظات كما نتابع هذه اللحظات. صحيح. المباشرة هو استهداف برج فلسطين، تحدثت بأنه مكتظ بالشقق السكنية والمكاتب وتم إخلاؤه، وسيتم استهداف عدد آخر. صحيح. من المنازل بصواريخ وطائرات حربية، وها نحن نتابع هذه اللقطات المباشرة التي تأتينا لتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين. نعم، يعني كما نشاهد هناك يعني دخان كثيف جدا، ليس بإمكاننا أن نحدد ما إذا تم الانتهاء من قصف هذا البرج أم سوف يتم. قلت منى بأنه يقع في قلب قطاع غزة، هل تم إخلاء المناطق حوله؟ هل تم إخلاء المباني السكنية؟ هل تم التجهيز لهذه العملية؟ قلت بأنه كان متوقع تفجير هذا المبنى. نعم، بطبيعة الحال كان هناك فعلا توقعات باستهداف هذا المبنى، وبالتالي تم إخلاء محيط هذا المبنى، ولكن ما لا نعرفه ما يعني المساحة التي تم العمل على إخلائها، هل يعني مدى قربها أو بعدها من هذا البرج، وخصوصا أنه الجهة الخلفية لهذا البرج هي ملاصقة لعدد من المباني السكنية، وأمامه أيضا هناك مباني سكنية كما أشرنا. يعني من الممكن، يعني الأمور سوف تتجلى خلال اللحظات المقبلة. دعيني أؤكد إلى أنه في حالات الإخلاء عادة لا تتدخل الجهات الشرطية، يتم إبلاغ السكان شخص يخبر. نعم، الآن هناك استهداف مجددا للبرج، على ما يبدو بأنه لم يتم إنزاله بالكامل وسوف يتم استهدافه حتى يتم القضاء عليه. هناك ألسنة نيران أيضا بإمكاننا أن نراها، رائحة البارود في كل مكان. ربما قبل قليل شاهدتم في الصورة الدخان المتصاعد، وزملائنا الصحفيين في المكان الذي نتواجد به ربما أيضا ظهروا في الصورة محاولين تغطية هذا الحدث. يعني من المبكر جدا الحديث عن وقوع إصابات، عن أضرار المنازل أو ما إلى ذلك، لكني أؤكد إلى أنه هذا البرج موجود في منطقة سكنية مكتظة. بالفعل كان هناك إخلاء للبرج، لكن المسافة المحيط الذي تم إخلاؤه ليس لدينا علم بهذا المحيط، وخصوصا أنه يعني نحن قريبين جدا منه ولم نخلي المكان الذي نتواجد به، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك مباني سكنية أكثر قربا منه وما زالت آهلة بالسكان. نتمنى طبعا السلامة
للجميع، ونتمنى أن يكون هذا الحدث قد انتهى، لأنه طالما بقي حجر واحد في المبنى سوف تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بشكل مباشر مجددا. ما هي طبيعة هذا المبنى؟ من الذي يقطنه؟ ما الذي تريد إسرائيل من استهداف وتفجير هذا المبنى في وقت تحاول القوات الإسرائيلية استعادة السيطرة على المستوطنات التي قامت المقاومة باحتلالها؟ يعني ما المهم كثيرا في هذا المبنى؟ يعني لا يمكن الحديث عن انه يوجد شيء مهم، يعني هو في غالبيته شقق سكنيه لعائلات فلسطينيه عاديه، لا يسكن مثلا احد قائده فصائل المقاومه مثلا، يوجد به عدد من المكاتب، يوجد به عيادات، توجد به ايضا اذاعات محليه، مقرات لاذاعات محليه، لا يعني لا يوجد به مكاتب مثلا تابعه لفصائل المقاومه الفلسطينيه، وبالتالي ما الهدف؟ ربما إذا كان لديها إسرائيل هدفاً وراء هذا الاستهداف فسوف تعلن عنه خلال التقارير التي تخرج وتصدرها بين وقت وآخر حول آخر ما تم ما قامت باستهدافه، لكن حتى اللحظة لا يعلم أحد لماذا تم استهداف هذا المبنى، ولم يتم الإبلاغ عن سبب هذا الاستهداف منذ أن تم تحذير الساكنين أو سكان هذا المبنى. دعينا نترك المشاهدين في هذه اللقطات المباشرة لانفجار هذا البرج، برج فلسطين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتابع معكم. Yeah.
اي وحده يا سلوم؟ هاي البنيه جنب الطاقه الشمسيه يعني من مباشره. اجيك اجيك هاي البنيه. إذن لازلنا نتابع في هذه اللحظات، أو تابعنا منذ قليل اللقطات المباشرة والأولى لاستهداف برج فلسطين، وهو الذي يقع في قلب قطاع غزة. ومنى عوكا لازالت معنا مباشرة من غزة، مراسلة القاهرة الإخبارية. منى، هذا البرج ربما مكون من 14 طابقا في شارع الشهداء، يضم العديد من المؤسسات الإعلامية والمكاتب، وصححي لي إذا كنت مخطئة في تلك المعلومات. أريد أن أعرف منك تاريخ هذا البرج من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشقق سكنية بداخله. نعم، بالفعل يعني لم تكن هذه المرة التي يتم استهداف هذا البرج، يعني سابقا تم استهداف قبل عام تقريبا، تم استهداف شقة سكنية أو مكتب على الأصح، تم اغتيال فيه عدد من قادة السرايا. أيضا سابقا كان قد استهدف، يعني ربما هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم استهداف، لكن استهداف، ولكن في كل مرة كان يتم استهداف شقة سكنية بعينها أو مكتب بعينه. الآن تم اتخاذ قرار أن يتم يعني قصفه بالكامل، وإن كان يعني وفقا لمعلوماتنا بأنه لم يعد، يعني إسرائيل كان لديها أهداف في هذا البرج، ولكن لاحقا يعني تم، يعني لم يكن هناك في الوقت السابق أي هدف سوى عيادات، سوى مكاتب تابعة لإذاعات، سوى مؤسسات صحفية أو حتى سكان يعيشون في هذا البرج. دعيني أشير إلى أنه خلال عدوان الأخير، ويعني ربما في الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة التي كانت بها تحدث اعتداءات على أبراج سكنية، كان هذا البرج مهددا في كل مرة كانت ينتهي العدوان ولا يتم استهداف هذا البرج. لكن على ما يبدو بأنه إسرائيل اليوم قررت بأن تبدأ به من خلال استهدافه وإنزاله بالكامل. تأكدنا من أنه تم قصفه بشكل كامل، لأنه في الكثير من الأحيان عندما تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلية لبرج معين ويكون يعني تستهدفه بطريقة هندسية بحيث تتأكد تماما بأنه لم يتبقى منه شيء، لو كان قد تبقى منه شيء من الممكن أن تعيد قصفه مرة ثانية وثالثة في أوقات لاحقة حتى تتمكن من أنها دمرته بشكل نهائي. البرج أصبح كومة رماد بشكل كامل كما أشرتي، 14 طابقا، وعشرات العائلات الآن أصبحت مشردة ممن كانوا يسكنون في هذا البرج. الأضرار من المبكر أن نتحدث عنها، وعلى الرغم من أنه نتوقع أن يكون هناك أضرار في المنازل المحيطة لهذا
لهذا البرج، حتى وإن كانت خالية. اللافت في الأمر أنه لم نسمع صوت لأصوات لسيارات الإسعاف ولم نرها بحكم قربنا من الموقع حتى اللحظة. هل السبب هو أنه ما زالت هناك يعني ألسنة الغبار واللهب، يعني ما زال هناك يعني غبار شديد يتصاعد من المكان وبالتالي الرؤية غير واضحة، أم وبالتالي ممكن أن تكون طواقم الدفاع المدني تعمل في المنطقة على البحث عن إذا ما كان هناك أشخاص موجودين أو لا، أو أنه هناك فعلا كان حالة من الوقاية وبالتالي تم إخلاء المنطقة بشكل كامل ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة. إذن هذه اللحظات هنا قررت الاحتلال الإسرائيلي نسف هذا المبنى بالكامل، رغم أنها ليست المرة الأولى لاستهداف شقة بعينها في داخل هذا المبنى. هذا يعكس غضب الاحتلال الإسرائيلي من كم الإصابات بين المستوطنين والقتلى وأيضا المحتجزين أو الأسرى لهذه أو جنود هذا الاحتلال في يد المقاومة الفلسطينية. هل من توقع لمدى الرد الإسرائيلي، شراسة هذا الرد خلال الساعات المقبلة؟ هل من مؤشرات يمكن الحديث عنها؟ نعم، دعيني أشير إلى أنه في وقت ربما كنا يعني توقعنا منذ البداية بأن إسرائيل سوف تبدأ بقصف الأبراج السكنية، وهي سياسة تتبعها في السنوات الأخيرة. في يعني تم استهداف أكبر الأبراج السكنية في قطاع غزة، أكثرها اكتظاظا إما بالسكان أو حتى بسبب وجود مكاتب صحفية بها. وخلال الاعتداءات السابقة رأينا هذا المشهد يتكرر. اليوم تم استهداف برج فلسطين، ولكن لن يكون هو البرج السكني الوحيد الذي سوف يتم استهدافه خلال هذه الجولة. نتوقع بأن يكون هناك بنك أهداف لعدد آخر من الأبراج السكنية أو الأبراج التي تقع بها إما مكاتب تابعة للفصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى يعني مؤسسات صحفية. وبالتالي هذا أمر. الأمر الآخر أنه يعني بلا شك بأنه لو لاح لإسرائيل أي استهداف لقادة الفصائل الفلسطينية بالتأكيد لن تتوانى إسرائيل عن استهدافهم. يعني الآن أيضا متوقع بأنه هناك حالة لرصد من يعني شاركوا في هذه الحملة من الأفراد الفصائل الفلسطينية، وبالتالي من المتوقع أن يتم ربما استهداف منازل المواطنين أو منازل أيضا كل من كان له يد من قريب أو من بعيد فيما حدث اليوم من حالات لاقتحام السياج الحدودي وما إلى ذلك. يعني من المتوقع بأن يكون الدرس الإسرائيلي الذي ستوجهه الحكومة الإسرائيلية لأهالي قطاع غزة قاسيا، وهي كانت واضحة عندما قالت بأنه كل ما من له علاقة بهذا الأمر سوف يعني يتلقى ضربة قاسية. وبالتالي هنا نتحدث عن الكثير من المنازل، لأنه كما شاهدنا الكثير من أفراد التابعين للفصائل الفلسطينية شاركوا في أحداث اليوم، والفيديوهات التي تم تناقلها كثيرة. بالتالي الآن بالغالب هناك عمليات رصد لهؤلاء الأفراد، لكل من شارك، كل من ظهر في فيديو نشر على السوشيال ميديا وما إلى ذلك. الأماكن التي من المتوقع أن يكون قد تم إخفاء المستوطنين الذين تم أسرهم أيضا سوف تكون أهداف. يعني الأهداف كثيرة بالنسبة لقطاع للجيش الإسرائيلي الآن، ولكن الخوف والنتيجة سوف تكون صعبة جدا على ما يبدو بالنسبة لقطاع غزة وسكانه. لن يكون هناك يعني ما هو مستثنى. نتوقع بأن يعني تكون هذه الجولة من أقصى الجولات التي قد يشهدها قطاع غزة وأهله، وما هو يعني ما نشهده الآن سوف يكون مختلف عما هو قادم. الآن يعني في ربما لمحة بسيطة كنا يعني نتحدث بأنه كصحفيين أنه الآن الجميع يصور الأماكن التي يفضلها، لأنه بعد انتهاء هذه الجولة أو التي لديه فيها ذكريات، لأنه بعد هذه الجولة عندما تنتهي سوف يكون شكل قطاع غزة ومباني قطاع غزة مختلفة، حتى الأشخاص الذين فقدوا أحبة لهم هذا اليوم أو في سياق هذه الجولة. المشهد برمته مؤلم بلا شك، وكما أشرت الأهداف كثيرة بالنسبة لإسرائيل. لن يكون هناك فيتو ولا لأي شيء. الآن بينما أتحدث نشاهد قصف إسرائيلي
في منطقة غرب قطاع في منطقة غرب قطاع غزة الآن، وأيضا هناك قصف في جنوب قطاع غزة. الآن نسمع الصوت وصل متأخرا، لكن الآن هنا في منطقة غرب قطاع غزة تقريبا منطقة الشاطئ، وهي منطقة سكنية مكتظة أيضا، ومخيم مكتظ بالسكان. أيضا ربما لم يعني الكاميرا لا تتمكن من التقاط جميع أو نقل جميع الصور الآن، لأنه هناك قصف في أكثر من مكان، لكن نؤكد بأنه الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة حتى اللحظة في أماكن مختلفة من قطاع غزة، وبالتأكيد سوف نكون على محاولة للاطلاع على كل ما هو جديد ومعرفة هذه الأماكن، ما الذي تعكسه، هل هناك مواطنين فيها، هل هناك عدد من الشهداء والجرحى والإصابات، وبالتالي يعني ما زال هذا الحدث مستمرا كما نشير. إذن الأخبار الآن تتحدث عن عدة غارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في الشمال وفي الجنوب، في غرب قطاع غزة أيضا هناك أهداف عديدة. الآن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية، الطائرات الحربية الإسرائيلية، بشن هجمات صاروخية قوية جدا باتجاه أهداف. بإمكاننا أن نسمع الآن أيضا سيارات الإسعاف تجوب شوارع قطاع غزة بحثا عن أماكن القصف وتأكد من أنه لا يوجد فعلا إصابات. كل هذا متوقع يعني بالطبع، حاجة لتدخل هجمات المباغتة والمفاجئة للمقاومة الفلسطينية فجر هذا اليوم. أولا، هل جاء الرد الإسرائيلي سريعا ردا على هذه الهجمات الفلسطينية؟ ودائما ما يرتبط الحديث عن الهجمات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية بالرد الإسرائيلي الذي ينعكس حول سلسلة الاغتيالات وسياسة الاغتيالات، الاعتقالات، وأيضا الهجوم على المخيمات وكل الانتهاكات الإسرائيلية الذي اعتدنا عليها. كيف تتابعين ربما التحركات في داخل هذا القطاع لهذا الرد الإسرائيلي لعمليات الاغتيالات وعمليات القتل في الساعات المقبلة كما هو متوقع؟ نعم، يعني ربما أنت أشرتي لأنه عادة الجولات على اختلافها بالغالب تكون عبارة عن فعل ورد فعل، فعل إسرائيلي ورد فعل من قبل الفصائل الفلسطينية، ولكن ربما هذه المرة من المرات النادرة التي يكون هناك فعل من قبل الفصائل، فعل ربما قوي جدا، مؤلم جدا. الرد الإسرائيلي جاء متأخرا، وحتى اللحظة الجميع يتحدثون عن أنهم كانوا يتوقعون بأن يكون الرد ربما أكثر سرعة، أكثر قوة، أكثر قسوة، ولكن منذ صباح هذا اليوم سمعنا عن عدة مشاورات واجتماعات للكابينت الإسرائيلي لاتخاذ قرارات تتعلق بكيفية الرد وآلية الرد وتوقيت الرد بطبيعة الحال. كما أشرت سابقا، يعني الأولوية سوف تكون لمحاولة تهدئة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المستوطنات، الاشتباكات، ومحاولة تنظيفها كما استخدم الإعلام الإسرائيلي هذا المصطلح من الفلسطينيين، التأكد من أنه يعني لن يكون هناك خطورة في هذا الأمر، وتأمين الحدود بطبيعة الحال. وسوف تكون ربما الفترة الأكثر قسوة هي ما بعد ذلك، هو يعني البحث عن أهداف القيام باغتيالات أو حتى استهداف منازل تتبع للمواطنين أو الفصائل الفلسطينية. بطبيعة الحال أيضا كانت في الجولات السابقة تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة، ولكن لا نتوقع بأن يكون هناك تركيز كبير على هذه المواقع في هذه الجولة، كون إسرائيل الآن تبحث عن أهداف ربما أكثر إيلاما للفصائل الفلسطينية والمواطنين، وهي تعلم بأن الفصائل عندما تتخذ تحركات أو تذهب باتجاه تحركات كهذه بالتأكيد هي أخلت مواقعها واتخذت جميع الإجراءات لحماية نفسها والخروج بأقل قدر ممكن من الأضرار. الأنباء تقول بأن الرد الإسرائيلي الحقيقي الموجع للفصائل الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية لم يأتي بعد. هل هناك ارتباط بهذا الرد أو شكل هذا الرد في هذه اللحظات الذي لم يرقى للممارسات الطبيعية والانتهاكات الطبيعية المعتاد عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من الضغوط الممارسة على القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية؟
بطبيعة الحال إسرائيل يعني ربما عندما يؤسر لها جندي واحد تقوم باعتداءات، وهذا ما جرى سابقا، اعتداء واثنين وثلاثة للبحث عن هذا الجندي. عندما اليوم نتحدث عن عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية فنحن نتحدث عن يعني حدث كبير جدا. حجم الرد الذي حدث حتى اللحظة لا يعني شيء بالنسبة للأوساط الإسرائيلية، وحتى الفلسطينيين يتوقعون ذلك، نتوقعون بأن إسرائيل تبحث عن ما هو أكبر من ذلك بكثير، عن أهداف أكثر عمقا. ربما لهذا الجميع خائف هنا، لأنه يعلمون بأن إسرائيل حتى وإن دكت كل قطاع غزة، حتى وإن لم تترك حجرا على حجر، لن تخرج منهزمة من هذه الجولة، وسوف تحاول الخروج بشيء ما. وخصوصا كما أشرت إلى أنه هناك ضغوط في الأوساط الإسرائيلية، ويعني موقف بنيامين نتنياهو منذ بداية تولي هذه الحكومة كان موقفا صعبا، وحاول قبل ذلك أن يفرض ربما معادلة الردع، ولكن لم يحدث ذلك عمليا في الجولات السابقة، لم يعني يتم تحقيق الردع. هذه في 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 حالات كانت ربما أبسط من ذلك من الآن، ما حدث الآن بكثير، وهي كانت عبارة عن مجرد رشقات صاروخية، لم يكن هناك أضرار كبيرة. الآن نتحدث عن ما هو أكبر من ذلك بكثير كما أشرت، وهو أسر العديد العشرات من الإسرائيليين، بالإضافة إلى اقتحام الحدود، والآن اشتباكات في الداخل المحتل، أيضا اشتباكات في منطقة إيرز في معبر كرم أبو سالم، كان صباح هذا اليوم هناك اشتباكات، هناك يعني حالة من واختطافات، يعني ما وصلت إليه هذا عدا عن الرشقات الصاروخية التي يعني بلغت الآلاف منذ صباح هذا اليوم وحتى اللحظة. منى، هذا يأتي الهجوم الفلسطيني إطار أو الهجوم من قبل المقاومة الفلسطينية بالطبع تم تحضير له مسبقا، ولم تكتشف الاستخبارات الإسرائيلية أو القيادة الإسرائيلية بكل ما تتمتع به من أساليب حديثة في صد أي هجمات، هذه الهجمات لم تقم باكتشافها. ما الذي يمكن أن نعرفه من هذه الهجمات أو الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة؟ هل هي ممنهجة؟ هل جاءت وفقا لمعلومات استخباراتية لم تتوصل أصلا إليها القيادة الإسرائيلية مسبقا في الكشف عن الهجوم الخاص بالمقاومة الفلسطينية فجر السبت، لتقوم باستهداف هذه الأهداف بعينها هذه المرة؟ نعم، يعني حتى الآن لا يبدو هذا واضحا، لا يبدو دقيقا ربما، لأنه يعني الأهداف التي ضربت اليوم إن كان عمارات سكنية أو حتى مواقع أو ما إلى ذلك، يعني كلها تعلم إسرائيل بأنها أهداف خالية، تعلم بأنها لا تحمل كثير من المعنى على المستوى، أو تحمل معنى على المستوى الإنساني، ولكن لا تحمل الكثير من المعاني على مستوى فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية وقدراتها وإمكانياتها وما إلى ذلك. عمليا استخباراتيا حركة حماس والفصائل الفلسطيني اليوم أثبتت بأنها يعني على مستوى عالي من يعني التقدم في هذا المجال. أنت تتحدثين ونحن نتحدث عن سنين طويلة تم التجهيز خلالها. لا ننسى بأنه دائما هناك جولات من التصعيد، دائما هناك محاولات لاستفزاز المقاومة الفلسطينية من قبل إسرائيل سابقا، وكان بإمكان حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن تخوض هذه المعركة سابقا، لكنها اختارت أن يكون لها السبق في اختيار الوقت واختيار أيضا الآلية والطريقة. وعلى ما يبدو بأنه الفصائل الفلسطينية كانت جاهزة لهذا وتجهز لهذا منذ سنوات طويلة. الآن حتى اللحظة يعني أيضا يعني نشير إلى أنه المقاومة الفلسطينية تتحدث عن أنه نحن الآن في بداية هذه المعركة، ولكنها تتجهز لما هو أبعد من ذلك. وبالتأكيد لو لم تكن جاهزة تماما، لو لم تكن قادرة على الصمود بشكل كبير، لو لم تكن تتوقع السيناريوهات القادمة، لما كانت خاضت هذه المعركة الآن وبالتوقيت الذي اختارته بطبيعة الحال. وخصوصا أنه يعني لا يمكن، يعني نتحدث عن استهدافات، عن استفزازات إسرائيلية، عفوا نتحدث عن استفزازات إسرائيلية كان في الضفة الغربية اعتقالات، وفي القدس اقتحامات، ولكن في السابق حدثت يعني كانت الأمور تذهب
بمناحي ربما أكثر استفزازاً مما من هذه الفترة، وبالتالي اختيار هذا الوقت له علاقة يبدو باستراتيجيات تتعلق بالمقاومة. أما يعني إسرائيل فكما أشرت يعني استهدافها لما تم استهدافه حتى اللحظة لا يعني شيء. الساعات القادمة هي التي سوف تظهر، وهي الآن بالتأكيد تحاول أن تثبت لنفسها للداخل الإسرائيلي وللجميع بأنها قادرة على جمع المعلومات وقادرة على الرد بشكل صحيح وقادرة على الرد بطريقة سوف تؤلم بها الفصائل الفلسطينية ولن تمكنها من رفع رأسها مرة أخرى، لأنه كما أشرنا يعني ما حدث اليوم لن تسمح إسرائيل بأن يحدث مرة أخرى وفقا لطبعا ما قد تذهب بهذه الجولة من التصعيد. يعني من أكثر ما تتحدث عنه الأنباء بضربة قاضية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو دخول المقاومة الفلسطينية لمستوطنات ويعني عبور الحاجز الذي من المفترض أن يكون ممتلئ بالجنود الإسرائيليين وعلى أعلى مستويات التأمين. كيف تبدو الأوضاع في المستوطنات حتى هذه اللحظة؟ هل تم استعادة السيطرة عليها من قبل المقاومة الفلسطينية؟ كيف تبدو الأمور إذا لديك أي معلومات حول هذه المستوطنات؟ يعني وفقا لمعلوماتنا حتى الآن هناك ما زالت الاشتباكات في عدد من المستوطنات. يعني وفقا للبيان الذي صدر عن كتاب عز الدين القسام قبل ساعة ونصف من الآن كان قد تحدث عن السيطرة على حوالي 25 موقعا وما زالت تدور الاشتباكات في هذه المواقع. إسرائيل لم تقل عكس ذلك، ولكن هي تؤكد بأن الاشتباكات فعلا ما زالت مستمرة في أماكن مختلفة، وبالتالي هذا يؤكد بأنه فعلا ما زالت هذه العملية مستمرة. وأيضا دعيني أشير إلى أنه هناك بعض المناطق التي يعني حتى الآن يتم احتجاز أو تقوم المقاومة الفلسطينية باحتجاز رهائن إسرائيليين ومستوطنين فيها، والآن يتم التفاوض لكيفية إخراجهم وتحدث في بعض الأحيان اشتباكات. إذن الواقع في خلف ربما الجدار الفاصل أو السياج الفاصل هو واقع خطير جدا وربما يحمل الكثير من المفاجآت التي ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عنها الآن، ولكن سوف تكشف في اللحظات أو في الساعات المقبلة وفقا لما سوف تؤول إليه الأحداث عمليا. قلت في هذه اللحظات لا زالت الاشتباكات مستمرة في مستوطنات التي قامت المقاومة الفلسطينية بدخولها. ما هي مستوى هذه الاشتباكات منى؟ لأننا هذا قد يعكس مدى المستوى التي وصلت إليه المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على مستوطناته داخل مستوطناته. نعم، يعني عمليا لا يمكن الحديث عن معلومات دقيقة بهذا الخصوص، ولكن دعيني أقدم يعني بعض الإشارات. في الكثير من المواقع تم الاستيلاء على دبابات والأليات العسكرية الإسرائيلية وإخلاء الجنود منها واعتقال من فيها وقتل البعض الآخر. أيضا يعني الفصائل الفلسطينية يعني لديها أسلحة يقال بأنها قادرين من خلالها على يعني إحداث هذه الاقتحامات والحفاظ على سلامتهم وما إلى ذلك يعني، لكن من الصعب حتى الآن الحديث عن شيء محدد. نحن نتحدث عن نتائج، النتائج بالنهاية هي كما أشرت أنه المقاومة تمكنت من السيطرة على عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وبعضها تم إدخاله إلى وسط قطاع غزة وجالت في شوارع القطاع. أيضا تم إدخال سيارات. بالتأكيد يعني يبدو أنه القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية هي قدرات متطورة وتم العمل عليها خلال سنوات كثيرة حتى تصل إلى هذا المستوى، وبالنتيجة إن لم تكن يعني بهذا التطور لما كانت قادرة على الصمود حتى اللحظة، وما كانت قد خرجت ربما كتائب عز الدين القسام والفصائل الفلسطينية لتتحدث عن استمرار هذه الجولة وعن الجهوزية الكاملة لهذه الجولة، وهي تتوقع بأن يكون هناك المزيد من الاشتباكات ربما لساعات طويلة، وهذا يحتاج إلى الكثير من الذخيرة والعتاد. وبالتالي أيضا لا ننسى بأنه خلال الاقتحام تم الاستيلاء على عدد من المعدات الخاصة بالحرب الخاصة بالجنود الإسرائيليين، وسوف يتم استثمارها أو يعني استخدامها خلال هذه
العمليات التي تحدث والاشتباكات التي تحدث في الداخل. إذن يعني هناك الكثير من المفاجآت، بعضها نعلمه وبعضها ربما لا نعلمه، ولكن بطبيعة الحال كما أشرت الساعات المقبلة سوف يكون فيها المزيد والكثير من التفاصيل التي ربما قد تكون مدهشة لنا جميعا. مسبقا منى، تعودنا على طبيعة الهجمات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية التي كانت تقتصر على إطلاق الصواريخ نحو المدن والمستوطنات الإسرائيلية، إلى أي مدى هذه المرة في هذا الهجوم الخاص بالمقاومة الفلسطينية يعكس التطور في المختلف حقيقة في يعني مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الرد على انتهاكاته المتكررة السابقة، وهذا أيضا يعكس يعني شكل السياسة الإسرائيلية في التعامل مع المقاومة، في التعامل مع قطاع غزة تحديدا، لأن هذه المرة ليست ككل مرة. نعم، بطبيعة الحال دعينا أشير إلى أنه القدرات العسكرية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية اليوم كانت مفاجئة لإسرائيل. إسرائيل التي حاولت خلال السنوات الماضية أن تقضي على كل محاولة لتطوير العتاد العسكرية، كل محاولة يعني استخدام تقنيات أحدث، وكانت تحاول أن تستنزف المقاومة من خلال جولات متتالية من التصعيد بين الفينة والأخرى، ولكن يعني ما حدث اليوم كان يعني ضربة قاسية لإسرائيل. التكتيك الذي استخدمته حركة حماس كان من الواضح بأنها استفادت من خلاله من تجاربها مع سنوات طويلة من الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي، استخدام عدد كبير من الصواريخ في اللحظة ذاتها، عنصر المفاجأة والتكتيكات، يعني ما بين التكتيكات العسكرية وما بين العتاد الموجود الآن كان أمر مفاجئ بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للجميع، ومن الواضح بأنه تم التجهيز له خلال سنوات طويلة. هذا كله سوف يجعل ربما الجانب الإسرائيلي أكثر استشراسا في الرد على هذه الأحداث. كان في السابق هناك حديث عن أنه من الممكن أن يكون هناك ربما يعني حالة من السلم نتيجة سيطرة ربما حركة حماس على الوضع في قطاع غزة ومنع تصعيد أي ممنع أي تصعيد أو حتى يعني بشكل استراتيجي أو حتى بشكل تكتيكي، ولكن الآن كل شيء اختلف، وبالتالي إسرائيل سوف تفتح البوابات كاملة للتعامل مع هذا الحدث ومحاولة ربما القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس. يعني على ما يبدو بأن الزملاء يتحدثون عن قصف خلفنا الآن. نعم، الآن نسمع صوته بوضوح، وكما أشرت يعني وربما هذا ما سوف يجعل هذه الجولة قاسية جدا، لأنه يعني الصدمة التي يعني واجهتها أو الضربة التي واجهتها الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس لي إسرائيل كانت موجعة. نعم طبعا، اقتحام معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على بعض المستوطنات في غلاف قطاع غزة، واحتجاز عدد ليس بقليل من جنود الاحتلال والمستوطنين، هو أمر بالطبع سيضع إسرائيل تحت ضغط كبير يمتد ربما لسنوات. من قطاع غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، شكرا جزيلا لك.